دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة في مستهل الاجتماع الأسبوعي إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا. تقدم المجلس بخلص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين. ثمن مجلس الوزراء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا، حيث وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب، مع تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. وفي هذا الإطار أشاد مدبولي بحرص الرئيس السيسي على أن يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، وعلى تأكيده تضامن مصر الكامل وعلى وقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال، وأن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل. أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي بأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي تتولى البدء على الفور في توفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها ب100,000 جنيه لأسرة كل متوفى. لافتا أيضا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريا لحين استقرارهم اقتصاديا واجتماعيا. كما تم تأكيد أنه سيتم صرف 25,000 جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا. وجه مدبولي الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتنسيق والتعاون التام في هذا الشأن، ولا سيما فيما يخص نقل جثامين الضحايا المصريين إلى أرض الوطن. كما وجه رئيس الوزراء بفتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا.